كمان من الناس برضو اللي انا بعتز بيها لما بنحب نتناقش معاها. في الخساره موجود، في المكسب موجود، بتواجه دايما. كابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره بنادي انبي، برحب بحضرتك وبقول لك الف الف مبروك على الثلاث نقاط النهارده. تحياتي يا كابتن شادي، وحضرتك وحشني كتير والله. وانت كمان، شكرا على وحضرتك من التهنئة الشخصيات الرقيقة. وحضرتك من الشخصيات اللي بتتعب خبرة كبيرة جدا مع انبي، بتطلعوا من ناشئين وبتعملوا احلال وتجديد وتجيبوا افارقة، وانبي شكله حلو الصراحة يعني. فخليني احييك مرة تانية انت والكابتن حلمي على المجهود المبذول وكمان على فوز النهاردة. الحمد لله الحمد لله. يعني الدوري السنة دي دوري صعب وموسم استثنائي، فرق كتير قوي يا كابتن شادي حضرت نفسها بشكل جيد، دخول فرق استثمار كتير، على أسعار اللعيبة بدرجة فجة، وجود الكابتن حلمي طولان على رأس الجهاز بتاعنا حاجة قيمة وقامة كبيرة قوي، ويعني حاجة مشرفة بجد والله. ان هو يعني احنا معانا في التمرين وصلنا الى عدد في خلال الموسم اللي فات والموسم الحالي الى اكثر من 16 ناشئ، منهم حوالي 6 7 ناشئين بيلعبوا بصفة منتظمة. دي حاجة كويسة جدا وحاجة تعمل لك أرضية قوية ان انت تقدر ان انت تواصل في الدوري الموسم الصعب وتواجه فرق كبيره بلعيبه كبيره كمان، ودي حاجه كانت يعني حاجه ايجابيه جدا. والحمد لله يمكن مباراه النهارده انت بتكسب، صحيح احنا اكثر عمرا من فيوتشر، احنا 22 سنه في الدوري الممتاز، فيوتشر نادي جديد ولكن اداره محترمه واداره قويه وجهاز محترم ولاعيبه يعني تعتبر منتخب على فكره. يعني دي حقيقة. هم ادوا جيم يعني كل الجيم كان تكتيكي قوي يا كابتن شادي في الملعب، يمكن مفاتيح اللعب الكابتن حلمي كان مأكد ان احنا نوقفها بالنسبه لهم، لان هم عندهم الجبهه الشمال جبهه قويه جدا، والجبهه برضو اليمين بيعتمدوا دايما على الكرات العرضيه والكروسات، وان هم الاختراقات من اللجنات، وعندهم واحد زي مروان محسن بيقدر مروان بيقدر يعني ياخد الكره العاليه بشكل جيد، فده اللي خلى ادائنا يمكن في منتصف الشوط الثاني هبط شويه، اللعيبه ارهقت لحد الكابتن ما بدا يغير في الناحيه التكتيكيه ونزل ناس تمسك الكره وتلعب على الارض، واحنا كنا وصلنا للمرمى اكتر من مره، كان ممكن نانو بيتر يهدف وكان ممكن جون يهدف مرتين، ولكن للاسف يعني ما كانش فيه تركيز، والحمد لله في النتيجه. يعني انت بالنسبه للدوري ده تكسب الثلاث نقط ويجري بيهم، لان في الدور الاولاني انت يعني ما يهمكش غير كده يعني. بالظبط بالظبط. والامور الفنيه والتجانس هيجي مع المباريات، وما الفوز كمان في كرة القدم ده متعارف عليه، الفوز بيجيب فوز ويدي ثقة للفرقة ويخلي المدير الفني يشتغل بأريحية كبيرة جدا مع فرقته. وزي ما ظهر شكشك وزي ما ظهر محمد شريف حتحوت، النهارده أحمد قاسم بدأ يظهر، النهارده زياد لعب الشوط الأولاني كان مأدي كويس ولكن يعني خرج. برضه لازم يبقى أنت عندك عمود فقري، يعني الموضوع ما نقدرش نتكلم نقول ناشئين وبس، انت لازم تبقى محتاج عمود فقري بالظبط قوي جدا من اللعيبه الكبيره عشان خليني اكلم نادي حضرتك كبير. عن جون ايبوكا، واحد من اللعيبه المتميزه جدا، بتشوف تحركاته وتكوينه الجسماني وراس حربه قوي جدا للامانه يعني. جون يا كابتن شادي، كابتن حلمي طور من ادائه كتير جدا وما زال بيطور في ادائه. جون من اللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي انت تتمنى وجوده في اي تيم، هو ودانو بيتر في الحقيقه يعني، حقيقة. عشان احنا ما نهدمش حقهم، هما الاثنين لا الاثنين مميزين جدا، والاثنين عندهم قدره على الاختراق وعندهم مهاره التهديف من زوايا صعبه جدا، وجون من اللعيبه المميزه جدا. احنا يعني يمكن تعرضنا لضغوط شديده جدا في بدايه الموسم عشان ان هو يتباع، ولكن ده كان هيعمل
خلل كبير جدا جدا في فرقه انبي في ظل عدم توافر البديل في الوقت الحالي عموما يعني احنا معانا احمد جمعه ومعانا ابراهيم كلال، وان شاء الله يكون لهم دور كبير في الفتره اللي جايه برده مع جون. وفتره التوقف دي برده هتشهد ان الكابتن برده يعني ناوي برده يصعد مجموعه ثانيه من الناشئين وهيبتدي يشوفهم، وان شاء الله يكون لهم دور معانا في الملعب. ونتمنى ان يكون في اليه جيده يا كابتن شادي لان انت تخفض اسعار اللعيبه، تتبناها رابطه الانديه، يتبناها الاتحاد المصري واعتبر بقى المهم ان احنا يكون في حاجه بالشكل ده، لان انت ما يعني بالامانه يعني انا مش بتكلم حاجه ضد الاحتراف، انا بتكلم حاجه حتى في ظل وجود الاحتراف الكامل ان انت تقدر تخفض اسعار اللعيبه، دي حاجه كويسه للبلد. عفوا كابتن عفوا كابتن عبد الناصر، كنا بنتناقش الاسبوع اللي فات مع فريق العمل وعارفين اللي هنواجه، والبعض طبعا في اللعيبه هتزعل كتير وفي البعض اللي بيستفيد هيزعل كتير، احنا فعلا بالفعل بنشتغل على ملف كامل مش هتبقى حلقه، زي ما هنشتغل على قطاعات الناشئين واللي بيحصل فيها، وازاي انت النهارده كل نادي، خلي بالك الاعلام مش عشان احنا بنشتغل اعلام دوره راقي ودوره كبير جدا ودوره يساند ودوره يسام، هنشتغل على الملف ده، كنا في اجتماع بالفعل اللي ازاي القيمه التسويقيه بتاعت اللعيبه، يعني في لعيب يقول لك ايه 25 مليون 20 وانت القيمه التسويقيه بتاعتك 5 مليون اساسا. انا يمكن عشان عاصرت كل الاجيال في الموضوع المادي ده انا عايز اوضح لحضرتك حاجه مهمه. اتفضل ان اسعار اللعيبه اسعار سجه يندى لها الجبين لما نيجي نتكلم فيها. انا يعني في المهنه واللعيبه دول ولادنا، نتمنى لهم كل خير وكل صحه، ونتمنى لهم ان هم يكونوا مأمنين نفسهم ومستقبلهم وكل شيء، انما لازم يكون في اليات للكلام ده. يعني انا عشان اخد المبلغ يبقى لازم انا اكون بقدم قده بره ونص، انما ان انا اكون إن انا يعني باخد فلوس لا تتناسب مع حجم الامكانيات بتاعه اللاعب ولا تتناسب مع حجم العطاء، واخد بال حضرتك؟ انا يعني انا كان في سنه من السنين اتحاد الكوره كان بدا في توقيت ما كده يعمل خطوات ايجابيه في حته الحد من انتقالات اللعيبه، ان انا لما اجي على النادي الصاعد اسمح له مثلا انه يسجل 25 لعيب او 30 لعيب طبقا للقائمه المعلنه يعني. دي حقيقة. انما جه بعد كده كان الكابتن في وقتها كان الكابتن عصام عبد المنعم، كان في لجنه معينه الكابتن عصام هو لغى القرار بتاع ان الانتقالات تبقى اربع انتقالات فقط لا غير للانديه ما بين الموسم والموسم. طبعا الكلام ده مش هيرد حد كتير وهيقول لك ده ضد الاحتراف والكلام ده، انا مش لازم يبقى الكلام قران، ولكن ان احنا ممكن نقول ان احنا نوصل لحلول وسطى، ان احنا مش لازم يبقى اربع لعيبه اربع انتقالات، لا في انديه بتنقل بتتغير بعدد كبير جدا جدا مره واحده، والاعداد الكبيره اللي بتتبدل مره واحده دي بتسبب الاعداد الكبيره اللي بتبقى مره واحده دي بتسبب ان انت بتفرط في لعيبه كتير وبيروحوا اقسام ثانيه اقسام تاليه ثانيه، وفي نفس الوقت بتبص تلاقي انت ما بتعتمدش على الناشئين والاسعار بتعلى. طيب. كل شويه هتلاقي نفسك انت مضطر ان انت عشان تجاري السوق لازم تجيب لعيبه كبيره، ولعيبه كبيره بتبالغ جدا جدا في الارقام بتاعتها. يعني النهارده لو اتحاد الكوره او رابطه الانديه قالوا ان احنا لازم نحط اثنين ناشئين في كل فريق تحت كذا تحت سن مثلا مواليد اللي هي المرحله التاليه للفريق الاول مثلا، او نقول ناشئين وخلاص يعني بغض النظر يعني ما نقولش 2003 ولا 2002 مثلا، يبقى انت في الحاله دي هتلاقي كل الانديه بتعتمد بتوسع. لا هيحصل شغل، هيحصل هتلاقي المدربين في قطاع الناشئين بتشتغل عشان تجهز للفريق الاول واحد واثنين وثلاثه واربعه. بالظبط كده. حط انا يعني حط اليه ثانيه، قول ان انت تقدر ان انت خلال الموسم يكون عندك خلال الموسم كله يكون نهايه الموسم يكون مشارك عندك في المباريات في حدود 7-8 لعيبه ناشئين. كابتن عايز اسال حضرتك سؤال بس مش عايزك تزعل مني خالص.
حضرتك كان في شكوى كبيرة جدا في مباريات، وكنا متضامنين معاك لأن كان ليك حق، خسرت بعض المباريات وقعدت وفاكر المداخلة، قلت لي مجهود بيضيع، معسكرات بتضيع، شغل فني طبعا بيضيع بسبب اللي أنا بتظلم تحكيميا. حقيقة شدينا على إيد حضرتك وقلنا لك عندك حق ودخلنا الكابتن عصام. النهاردة ضربة الجزاء البعض بيتكلم بيقول لك الإنبي كسب، بس برضو إيه، بضربة جزاء غير صحيحة التانية. انا بص يا كابتن، احنا في اتفضل. الملعب وانا صدقني يعني انا لو انا كنت شفتها اقسم بالله انا هقول لك الحقيقه فورا ولا عارف اخفى والله، شيء. والله يعني عارف والله. انا كل ما في الامر احنا فعلا احنا قلنا ان الفار يشوف، احنا في ضربات جزاء سابقه الفار ما كانش بيشوف، عشان كده كنا دايما بنعترض وبنعترض بقوه، انما لما الفار شاف ضربات جزاء احنا ما اعترضناش يا كابتن، بالظبط احنا ما بالظبط. اعترضناش. لما الفار بيجي الحكم يطلع يشوف الفار، ودي حاجه يعني انا يعني اصل ما فيش حاجه يعني هتبقى تساعدك زي الفار. الفار ده حاجه زي كانك بيغششك حاجه، ودي حاجه يعني اللي انا بقوله ده ان الفار لما يجي يغششك فدي ايوه حاجه كويسه جدا، بالظبط، ان يعني هو بيساعدك يعني فيديو يعني عندك الفرصة يعني تعيد مرة واثنين وثلاثة وتاخد قرارك بتقا وتعيد السليم. وكذا مره تعيد والكلام ده كله، فدي حاجه كويسه جدا ان انت تطلع بقرار صواب وقرار صحيح، لان دي مقدرات امريه. النهارده ضربه الجزاء انا لسه ما روحتش ولسه اللعيبه يعني واصلين النادي وكل واحد مشي يعني، ولما نتفرج عليها مره واثنين هنقدر نحكم عليها، ولكن ما دام الفار شافها وحسبها خلاص. انما انا ما اقدرش اقول لك يعني انا السنه اللي فاتت ليا ضربتين جزاء في مباراه الجونه ما اتحسبوش، ضربتين جزاء صحاح ما ايوه اتحسبوش. ليه؟ لان ما كانش فيه فار. دي مش حقيقة، هنقدر دي نقول حقيقة. للحكم حاجه، احنا يعني احنا هنقول له ايه؟ هو يعني حكمنا بخير يا جماعه وحكمنا كويسين وكل شيء، ولما يبقى فيه فار ولما يبقى فيه تقنيات نقدر نطورها وننميها ويتمرنوا عليها مره واثنين وثلاثه، ويتحط في حكم الفيديو اسيست ده اللي هو الفار، بالظبط بالظبط. يتحط حكام كبار يا كابتن ما شادي، حضرتك انا يتحط حكام كبار. النهارده هنتكلم في الموضوع ده كابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره بنادي انبي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والف الف مبروك مره تانية على الفوز النهارده على فيوتشر. ليه سالت السؤال الاخير؟ علشان